أسعد الله أوقاتكم. نتابع دروسنا على الفضائية التربوية السورية لمادة علم الأحياء للصف الثالث ثانوي. سنتناول اليوم بحديثنا في هذا الدرس الوراثة عند الإنسان. الوراثة عند الإنسان، كما نعلم سابقا أن الوراثة تناولناها سابقا في دروس مختلفة، فكان لدينا الوراثة المندلية والوراثة المندلية وقسم من الوراثة المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس. والوراثة عند الإنسان أيضا تخضع إلى نفس النمط من التوريث. فنلاحظ أن بعض الصفات عند أن الوراثة عند الإنسان بعض الصفات عند الإنسان تكون مندلية كمرض هنتكتون وحالة المهاق، وأيضا هناك صفات لا مندلية كفقر الدم المنجلي ووراثة الدم عند الإنسان إن كان بالنسبة للزمر الدموية أو عامل الريزيوس، وبعضها مرتبط بالجنس وبعضها متأثر بالجنس وبعضها مرتبط بالجنس جزئيا وبعضها متأثرة بالجنس. الوراثة عند الإنسان تعاني دراسة الوراثة عند الإنسان من صعوبات كثيرة، أهمها أن الإنسان غير خاضع للتجريب. 2- أنه لا يمكن عزل صفات أو سلالات أبوية صافية. 2- قلة عدد أفراد الأسرة، أي عدد الأفراد التي ينجب الإنسان في الأسرة الواحدة قياسا على النبات مثلا أو الحيوان. فنبات البازلاء قد ينتج عشرات البذور، أي عشرات الأفراد الناتجة لاحقا. كذلك بالنسبة للحيوانات، فالفئران مثلا والأرانب تنتج أعداد كبيرة من الأفراد في الولادة الواحدة، قد تبلغ أحيانا 6 أو 7 أفراد، وأحيانا أخرى تكون أكثر من ذلك، إضافة إلى أن عدد الولادات متقاربة. أخيرا الصعوبة الأخيرة وهي طول عمر الإنسان. طبعا نقصد هون طول عمر الإنسان أن الوقت اللازم لظهور كل الصفات يستغرق وقتا أطول. فعمر الجيل عند الإنسان حوالي 25 عاما، أي أن الصفات لتظهر بشكل كامل عند الإنسان يجب أن ننتظر 25 عاما، وخاصة بالنسبة للصفات الجنسية الثانوية. لذلك نلجأ إلى ما يسمى أو ما يعرف بشجرة النسب. ما هي شجرة النسب؟ شجرة النسب هي مخطط يبين توريث أو توارث صفة ما بين أفراد أسرة معينة. نأخذ أمثلة. طبعا شجرة النسب هي عبارة عن مجموعة من المصطلحات والرموز المختلفة كما هي مبينة في الجدول الآتي. بداية سوف نرمز للأنثى بالدائرة وللذكر بالمربع. عند وجود خط مستقيم يصل بينهما فهذا يعني أنهما متزاوجين أو زوجين. كما نلاحظ أسفل الشاشة، دائرة هي أنثى، المربع هو مستطيل، الخط الواصل بينهما هو خط التزاوج. لدينا أيضا مصطلحات أو رموز أخرى. إذا كانت الدائرة أو المستطيل مطمسة، أي غامقة بشكل كامل، ممتلئة بشكل كامل، فهذا يعني أن الأنثى مريضة أو مصابة. بينما إذا كانت نصف الدائرة ممتلئة فذلك يعني أن الأنثى ناقلة، وكذلك الأمر بالنسبة للذكر. سوف نرمز بالأحرف اللاتينية للجيل الأباء بآي أو بواحد وجيل الأبناء برقم 2. نلاحظ هنا أن الزوجين قد أنجبا مجموعة من الأفراد هي على التتالي: ذكر ذكر أنثى ذكر. طبعا سوف نعطي لأفراد الجيل الناتج أرقام 1 2 3 4، وسوف نرمز لجيل الأباء برقم 1 والأبناء أو الجيل الأول برقم 2. طبعا بالإنسان ما في عنا جيل أول وجيل ثاني، هذا كتير شيء مهم نأكد عليه. بالإنسان عنا آباء وأبناء، ممكن يصير عنا تزاوج بين أحد الأبناء وفرد آخر لاحقا، أما عند الإنسان فلا يجوز أن نذكر جيل ثاني أبدا. طبعا بالعودة للرسم حنلاحظ أنه بناء على المصطلحات اللي أخذناها سابقا أنه الفرد رقم 2 هو صبي مصاب،
اعتمادا على الرموز التي تناولناها في مصطلحاتنا السابقة. سنأخذ مثالا الآن عن شجرة نسب لحالة المهق عند الإنسان. لدينا أسرة عبارة عن زوجين لا تظهر عليهما علائم الإصابة، إذن هما فردين عاديين لا تظهر عليهم الإصابة، أنجبا 4 أبناء، بنت رقم 1، صبي رقم 2 مصاب، صبي رقم 3 سليم، وبنت رقم 4 مصابة. وسوف نقوم بالإجابة على مجموعة من التساؤلات أو الأسئلة المطلوبة. هل صفة المهق صفة راجحة أم متنحية؟ مع التعليل. الجواب أن صفة المهق متنحية. لماذا؟ لأن الأبوين غير مصابين وظهرت الحالة ببعض الأفراد، لذلك نستنتج أن صفة متنحية. نعيد. نعيد فقط فكرة معينة. عندما تظهر صفة متنحية بالأفراد لم تكن ظاهرة بالأبوين فإن الصفة قطعا هي صفة متنحية. إذا نؤكد على شيء مهم، أي صفة تظهر عند الأبناء ولم تكن ظاهرة عند الأبوين فإن هذه الصفة صفة متنحية، لذلك نعتبر أن صفة المهق صفة متنحية. ننتقل لسؤال آخر. هل صفة المهق مرتبطة بالجنس؟ على الإجابتك. طبعا من المخطط هنلاحظ أن الصفة غير مرتبطة بالجنس. لماذا؟ لأنها لو كانت مرتبطة بالصبغ الجنسي X لما كان الأب حاملا للصفة، وإنما يجب أن يكون مصابا بها. والسبب أن الذكر دائما يمتلك صبغي X واحد فقط، صبغي جنسي X واحد فقط، لذلك فإما أن يكون إما أن يكون مصابا أو يكون سليما، إذن هي صفة غير مرتبطة بالجنس. ننتقل للسؤال الثالث. سوف نفترض أن قليل صفة المهق A صغيرة وأن قليل صفة الصحة المقابلة A كبيرة. المطلوب كتابة الأنماط الوراثية الأفراد، الأب في الجيل الأول، الأب والأم، الزوج والزوجة، وفي الجيل الثاني الولد رقم 3 والولد رقم 2. طبعا نستنتج من الصبي نحن كيف عرفنا، طبعا مثل ما حكينا انه ليش المهاق، كيف نستنتج ان الابوين غير، طبعا هن غير مصابين ظاهريا مثل ما ملاحظين، ولكن كيف بدنا نعرف نمطهم الوراثي؟ حنقول نحن من الصبي رقم 2 والبنت رقم 4 نلاحظ ان الابوين متخالفين للواقع. اي طبعا هذا بنسميه نحن تحليل وراثي. هناخذ نمط الوراثي الابوين، نلاحظ بما ان ظهر لدينا احد الابناء مصاب فالاصابه لابد انها انتقلت اليه من الابوين، فيجب ان يكون كلا الابوين متخالفي اللواقح. لذلك يكون الاب والام النمط الوراثي لكل منهما هو A كبيرة A صغيرة. بينما حنلاحظ النمط الوراثي للفرد رقم 2 وهو صبي في هذه الحالة وهو مصاب يجب أن يكون A صغيرة A صغيرة، على اعتبار أن صفة المهاق هي صفة متنحية. بينما حيكون النمط الوراثي للصبي رقم 3 قطعا A كبيرة شحطة. ما المقصود بالخط هون أو الشحطة؟ أن هذا الفرد هو صحيح ظاهريا غير مصاب، لكننا لا نستطيع تحديد نمطه الوراثي لأنه ممكن يكون A كبيرة A كبيرة أو A كبيرة A صغيرة، لذلك فنمطه الوراثي غير محدد. ننتقل لدراسة حالة جديدة عند الإنسان وهي الوراثة اللامندلية. سنتكلم عن وراثة الزمر الدموية. تعتبر صفة الوراثية صفة الزمر الدموية عند الإنسان هي صفة تتبع لنمط الأليلات المتعددة المتقابلة، ويقصد بذلك أنها تخالف المندلية. مندل قال أن صفة واحدة مسؤول عنها موريثة واحدة وتتمثل هذه الموريثة بأليلين فقط. أما نلاحظ في حالة الزمر الدموية وغيرها
ممن يتبع نفس الحالة، نمط الأليلات المتعددة المتقابلة، أنه لدينا صفة واحدة مسؤول عنها مورثة واحدة، ولكن لهذه المورثة عدة أليلات لها أنماط مختلفة من الأليلات. طبعا نحن بنعرف أن الزمغ الدموية هي أربعة أنواع A و B و A B و O، ونقصد بالزمغة A أن صاحب الزمغة A يمتلك على سطح كريته الحمراء بروتين أو مولد ضد يرمز له بالبروتين A، وكذلك بالنسبة للزمغة B. لذلك سوف نقوم بتوزيع الأليلات التابعة لهذه الصفة على مجموعتين هما واحد. طبعا نحن في عنا لهذه الصفة ثلاث أليلات حقيقة، هي A كبيرة A، I كبيرة A، I كبيرة B، ولدينا I صغيرة. العلاقة بين هذه الأليلات طبعا ما هي العلاقة؟ أن الأليل I كبيرة A و I كبيرة B هما متساويين في السيادة، أي أن العلاقة بينهما هي رجحان مشترك أو رجحان متساوي، وكل من الأليل I كبيرة A و I كبيرة B راجح على I صغيرة، أي أن اجتماع I كبيرة A مع I صغيرة قطعا سوف تظهر النمط الوراثي التابع، النمط الظاهري التابع للنمط الوراثي الذي يولده الأليل I كبيرة A، أي سيظهر لدينا مولد ضد على سطح الكرية الحمراء A، وكذلك عند اجتماع I كبيرة B مع I صغيرة A أيضا سوف الحالة طبعا هي رجحان تام، سيظهر لدينا مولد ضد على سطح الكرية الحمراء. سنتابع النمط الظاهري وما يقابله من أنماط وراثية. بما أن I كبيرة A راجح على I صغيرة، لذلك الزمرة A الظاهرية نمط الظاهري لها يقابله نمطين وراثيين، هو I كبيرة A I كبيرة A و I كبيرة A I صغيرة. طبعا حيكون عندنا مولد ضد يعني بروتين A على سطح الكرية الحمراء. بالنسبة للنمط أو الزمغة B أيضا بسبب الرجحان التام ل I كبيرة B على I صغيرة يكون لدينا لهذه الزمغة نمطين وراثيين مقابلين لها، هي I كبيرة B I كبيرة B و I كبيرة B I صغيرة. و I كبيرة B كما قلنا سابقا أنه مسؤول عن تشكيل البروتين على سطح الكرية الحمراء يرمز له بالبي. الأو نحن ذكرنا سابقا أن الأو هي زمغة نمطها الوراثي I صغيرة I صغيرة، و I صغيرة I صغيرة هي قليل متنحي. ميزتها أو اختلافها عن I كبيرة A I كبيرة B أنها لا تشكل مولد ضد، لذلك صاحب الزمغة أو تخلو كريات الحمر من مولدات الضد على سطح هذه الكريات. أخيرا I كبيرة B، أخيرا عندنا الزمغة AB، فلدينا النمط الوراثي I كبيرة A I كبيرة B. طبعا هون حيتشكل عندنا مولدي ضد هما A و B على سطح الكرية الحمراء. اعتمادا على ما سبق سوف نقوم بحل التمرين التالي. لدينا شجرة النسب التي توضح تزاوج فردين، الأب زمرته B والأم AB، أنجبا مجموعة من الأبناء، هي بنت صبي عفوا رقم واحد زمرته A وبنت زمرتها B وبنت وهي الصبي وهي الفرد الثالث من أفراد الأسرة، ونمط الوراثي عفوا النمط الظاهري AB. المطلوب ضع تحليلا وراثيا. دائما عندما يطلب منا وضع تحليل وراثي يجب أن نضع العبارة التالية، يجب أن نقوم بتحديد أحد الأبناء والذي من خلاله استطعنا تحديد النمط الوراثي للأبوين. نلاحظ في المسألة أن النمط الوراثي للأم محدد سلفا، لأن نمط الرجحان هنا رجحان مشترك، هناك توازن بين قليل I كبيرة A I كبيرة B، فإذا نمط الأم محدد، إذا المشكلة لدينا هنا في تحديد نمط الوراثي للأب. إذا انتبهنا بالنسبة للأبناء، حناخذ مثلا البنت رقم 3 AB، فيمكن تأخذ من والدتها لI كبيرة A
ويمكن تاخذ من والدها الاي كبير بي، اذا لا نستفيد منها. ناخذ الصبي رقم 2 ايضا نفس الحاله، يمكن ياخذ من والده ووالدته اي كبيره اي، اي كبيره بي عفوا، اي كبيره بي. المشكله لدينا في الصبي رقم 1. الصبي رقم 1 هو من يحدد نمط الوراثي لابيه. طبعا الفرد هون ما بيهمنا الجنس، هذا شيء كثير مهم. الفرد رقم 1 هو زمرته الظاهره او نمطه الظاهر هو A، نتج عن فرد زمرته B. لذلك يجب ان يكون صاحب الزمره B وهو الاب في هذه الحاله يجب ان يكون متخالف اللواقح. اذا لا يمكن ان يكون صافي اي كبيره B اي كبيره B، والا لما امكن له ان ينجب طفلا زمرته A. اذا نستنتج من الصبي رقم 1 ان الاب متخالف اللواقح. اذا اؤكد على شيء مهم، ان عندما نجد عبارة ضع طحيان وراثيا نضع العبارة نستنتج من، نحدد الفرد صبي بنت مع رقمه، ومن خلاله نستطيع أن نحدد النمط الوراثي للأب أو الأم أو لكليهما. طبعا في هذه المسألة لدينا فقط مشكلة في تحديد النمط الوراثي للأب، إذا الأب هو متخالف اللواقح. سوف نبدأ بحل المسألة ونضع لها جدولا وراثيا. طبعا النمط الظاهري للأم زمرة هي النمط الظاهري للأبوين عفوا، أم نمط زمرتها الدموية AB، الأب زمرته B. النمط الوراثي للأبوين استنادا إلى ما سبق، الأم I كبيرة A I كبيرة B، الأب I كبيرة B I صغيرة. بتوزيع الأعراس بيطلع عنا احتمالات الأعراس لكل من الأبوين. طبعا بنأكد لأعزائنا الطلاب لابد من وجود إشارة الضرب بين النمط الظاهري والنمط الوراثي واحتمالات الأعراس. بما أن النمط الوراثي للأبوين متخالف فلابد أن نضع الأعراس لكل من الأبوين في ضمن قوسين، وأن يفصل كل نمط بإشارة زائد. طبعا بما أنهن عندنا بس نحن قليلين فتمتلك الأعراس بالنسبة للأم فقط حالتين، هي I كبيرة B وI كبيرة I كبيرة B وI كبيرة A، ولكل منهما إذا الاحتمال نص. أيضا بالنسبة للزمرة الدموية الأب، بما أن لدينا بما أن نمط الوراثي متخالف اللواقح أيضا نفتح قوسين ونضع الحالات اللي هي I كبيرة B I كبيرة A، وبما أن لدينا حالتين فلكل منهما احتمال نص. الآن نقوم بنشر الأعراس بالمزاوجة بين أعراس الأب والأعراس الأم لنحصل على النمط الوراثي للأبناء. فيظهر لدينا الأنماط الآتية: I كبيرة B I صغيرة، I كبيرة B I كبيرة B، I كبيرة B I كبيرة A عفوا I صغيرة، I كبيرة A I كبيرة B. طبعا I كبيرة B بما أنها راجحة على I صغيرة فالفرد هو B من حيث النمط الظاهري. I كبيرة B I كبيرة B أيضا B. I كبيرة A I صغيرة A النمط الظاهري A، لأن I كبيرة A كما أسلفنا سابقا هو قليل راجح على I صغيرة. I كبيرة A I كبيرة B النمط الظاهري AB، لأن حالة الرجحان هنا رجحان مشترك. عندما يكون لدينا شجرة نسب يجب أن نضيف دائما سطرا سادسا للجدول الوراثي نسميه الأبناء أو الأولاد بالأصح، ننسب فيه أولاد المسألة الموجودة لدينا هنا، يعني الأفراد الثلاثة، إلى ما يناسبها من أنماط الوراثية في الحل. إذا ننسب أولاد المسألة إلى أولاد إلى ما يناسبه في الحل، مع ملاحظة ذكر جنس ورقم الفرد الناتج ضمن العائلة. هناخد مثال، هنلاحظ مثلا إذا رجعنا مثلا للبنت رقم 3 بناسبها أو بقابلها ما في عندنا غير نمط واحد فقط، نمط ظاهر هو الاي بي. اذا حيكون هون نكتب تحت الاي بي بنت رقم 3، اذا البنت رقم 3 بيناسبها هذا النمط. هلا بنجي للصبي رقم 1، ما في عندنا غير حاله وراثيه فقط لاي، اذا بنكتب تحت الاي صبي رقم 1. ضل عندنا مشكله بسيطه وهي البنت رقم 2 بي. نلاحظ في الحل أن هناك نمطان وراثيان للنمط الظاهري B.
إذن ونحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نحدد النمط الوراثي للبنت، هي بي ظاهريا فعلا ولكن النمط الوراثي غير محدد، أي أنها ممكن أن تكون أي كبيرة بي أي كبيرة بي أو أي كبيرة بي أي صغيرة. إذن البنت رقم 2 بنلاحظ هون نمط الوراثي غير محدد، ليه؟ هي ظاهريا فعلا بي ولكن بسبب وجود نمطين وراثيين في الحل مختلفين وكل منهما يمكن أن يكون هو احتمال لمط الظاهري، لذلك نمط الوراثي غير محدد، هي اي كبيرة بي والأليل الثاني غير محدد. ننتقل لدراسة نوع آخر من الوراثة اللامندلية عند الإنسان وهي وراثة زمر الدم من النمط لار اتش عامل ريزيوس. طبعا عامل ريزيوس أيضا هو بروتين يوجد على سطح الكريات الحمراء، إذا كان موجود فيعتبر الشخص إيجابي وإذا كان غير موجود يكون يعتبر الشخص سلبي. طبعا عامل الريزيوس يتبع كما هو الحال بالنسبة للزمر الدموية هي صفة تتبع الأليلات المتعددة المتقابلة مع وجود فرق بسيط أن الحالة هنا هي حالة رجحان تام. لدينا هنا نوعين من الأليلات أو نمطين من الأليلات بالأصح، نمط من الأليلات تستطيع تشكيل مولد ضد هو الـ RH على سطح الكرية الحمراء تمام، ونموز لمجموع هذه الأليلات بـ R، إذا ممكن يكون عندنا R1 R2 R كبيرة 1 عفوا R2 R كبيرة 2 R كبيرة 3، ولدينا نمط آخر لا يعطي مولد ضد على سطح الكرية الحمراء هو الـ R صغيرة. إذا صفة عامل الريزيوس تتبع أيضا نمط الأليلات المتعددة المتقابلة. طبعا كما هو الحال بالنسبة للزمر الدموية الفرد الواحد دائما يمتلك أليلين، إذا نحن نعود لتقريبا خلينا نقول نمط المانديلي من حيث بس عدد الأليلات الموجودة في الفرد، إذا الفرد الواحد يمتلك أليلين فقط، أما في حوض المورثات البشرية يعني إذا أخذنا أفراد الناس كلياتهم حنلاحظ وجود أنماط مختلفة من الأليلات، يعني ممكن يكون الشخص الواحد عنده R1 كبيرة R2 كبيرة أو R1 كبيرة R3 كبيرة أو R1 صغيرة R صغيرة وهكذا. بالنسبة لنمط العلاقة أو العلاقة بين الأليلات طبعا هون علاقة مثل ما قلنا رجحان تام، لذلك نلاحظ اعتمادا على الجدول أن الشخص إيجابي ريزيوس يمكن يكون له نمطين وراثيين R كبيرة R كبيرة و R كبيرة R صغيرة. لماذا؟ لأن الـ R كبيرة R صغيرة، لأن الـ R كبيرة ترجح رجحانا تاما على الـ R صغيرة. طبعا نشأت هذه الأليلات نتيجة سلسلة من الطفرات، هي كما هو الحال بالنسبة للزمر الدموي، إذا الزمر الدموية هي نشأت الأليلات المتعددة نتيجة طفرات، سلسلة من الطفرات، وأيضا بالنسبة لعامل الريزيوس. هناخد تطبيق كمان أيضا بالنسبة لعامل الريزيوس، لدينا أسرة الأب إيجابي ريزيوس والأم إيجابية ريزيوس أنجبا طفلين، الصبي الأول إيجابي ريزيوس والبنت سلبية الريزيوس، المطلوب ضعف تحليلا وراثيا. دائما نحن بالنسبة للتحليل الوراثي كما هو الحال بكل مسائلنا بدءا من أول مسألة أخذناها بالوراثة، دائما الفرد المتنحي يحدد النمط الظاهري للفرد الراجح. إذا البنت رقم 2، إذا نحن لا ننظر أبدا للفرد الراجح، ننظر للفرد المتنحي. الفرد المتنحي هنا وهو في هذه الحالة هو البنت رقم 2 سوف تحدد النمط الوراثي للأم بداية، الأم إيجابية ظاهريا أنجبت طفلة سلبية أو أنجبت فردا سلبيا بغض النظر عن جنسه، لذلك نعتبر أن الأم متخالفة الواقع. أيضا البنت رقم 2 سوف تحدد النمط الظاهري النمط الوراثي عفوا لوالدها هو الإيجابي، إذا أب إيجابي أنجب بنت سلبية، إذا الأب أيضا متخالف اللواقع. إذا نرجع للعبارة اللي قلنا اتفقنا نحطها عندما يطلب إلينا وضع تحليل وراثي، نضع عبارة نستنتج منها الفرد بالحالة هون هو البنت رقم 2 أن الأبوين متخالفي اللواقع. لاحظنا بالمسألة السابقة أن الأب فقط هو كان متخالف اللواقع. هنحط نحل المسألة، نقول نحن هون الأم إيجابية طبعا هي R كبيرة R صغيرة والأب إيجابي R كبيرة R صغيرة، طبعا نحن حناخد احتمالات الأعراس بما أنه متخالف اللواقع
وعندنا صفه واحده، حيكون عندنا فقط حالتين الاعراس، ار صغيره وار كبيره، لكل منهما احتمال نص. ايضا بالنسبه للام نفس الشيء، حيكون عندنا احتمال اعراس كمان حالتين. بالنشر بتوزيع الاعراس هنلاحظ حيكون في عندنا ار صغيره ار صغيره، ار كبيره ار صغيره، ار كبيره ار صغيره، ار كبيره ار كبيره. الاولاني حنقول نبدا من اليمين، ايجابي ايجابي، طبعا ليش؟ لانه ار كبيره ترجع على ار صغيره، ايجابي ار كبيره ترجع على ار صغيره، واخر حاله هي ار صغيره ار صغيره هو فرد سلبي. طبعا مثل ما عملنا بالمساله السابقه سوف ننسب اولاد المساله وهما ولدان في هذه الحاله. في كثير طلاب بيفكروا انه يجب ان يكون عدد المواليد مطابق لعدد الانماط الظاهره، هذا الحكي غير صحيح، ممكن يزيد او ينقص. السبب ممكن يكون عندنا فرد واحد يمتلك، عندنا فردين لهما نفس النمط الوراثي. يفضل دائما انه نبدا بالفرد المتنحي لانه عدد احتمالاته بتكون اقل. فلا هلا السلبي هون حيكون عندنا السلبي هون هي البنت رقم 2، اما بالنسبه لذلك حيكون حنحطها تحت الحاله الاخيره. هنلاحظ هون عندنا نفس المشكله اللي واجهناها بالدرس بالمساله السابقه، انه الايجابي عندنا حالتين، هو ار كبيره ار كبيره ار كبيره ار صغيره، صحيح هون ثلاث حالات بس في عندنا حالتين متطابقتين، الحاله الثانيه والثالثه. طبعا هون هذا الايجابي نحن ما فينا نحدد كمان مثل نمطه الوراثي، لانه ممكن يكون ار كبيره ار صغيره او ار كبيره ار كبيره، اذا الصبي رقم واحد حيكون نمطه الوراثي غير محدد. طبعا حنضيف نحن مثل ما حكينا السطر الاخير اللي هو الاولاد، ونقول انه البنت رقم 2 نمط سلبي، النمط المقابل النمط الظاهر هو سلبي، اما الصبي رقم 1 فنمط الوراثي غير محدد. حناخذ هون نقول ناخذ تطبيق، تزوج رجل زمرته A ايجابي، حناخذ مساله دمج، تزوج رجل زمرته الدمويه A ايجابي عامل ريزيوس من امراه زمرتها B ايجابيه ريزيوس فانجب اطفالا احدهم زمرته او سلبي. المطلوب ما الانماط الوراثيه المحتمل ابوي ولعراسيهما المحتمله؟ ما النمط الوراثي للطفل السابق مع احتمالات اعراسه مع احتمال ولادته لهذه الاسره؟ حناخذ اول شيء النمط الظاهري. طبعا نحن بفضل دائما نحن نحط دائما بما انه عندنا صفتين نشتغل على صفه واحده وكانه الصفه الثانيه غير موجوده، لذلك انا حابدا بدايه بتحديد الزمره الدمويه. طبعا تحديد العامل الوراثي، حنقول A كبيره حيكون بما انه هذا A انجب طفل O معناته هو قطعا I كبيره A I صغيره. كمان نفس الشيء بالنسبه للام، هي I كبيره B I صغيره، لانه هي B وانجبت طفل O. بالنسبه للايجابي كلاهما كان ايجابي ريزوس وانجب طفلا سلبيا، لذلك كلاهما حيكون ايضا متخالف اللواقح، R كبيره R صغيره، R كبيره R صغيره. سنقوم الان ب استخراج اعراس احتمالات اعراس الاب. حنوزع طبعا اي كبيره اي على ار كبيره ار صغيره. تابعوا معي. طبعا دائما وقت بيكون في عندنا عده حالات نفتح قوسين بنطلع بنوزع الشفع الاول على الشفع الثاني. اي كبيره اي ار كبيره، اي كبيره اي ار صغيره. ناخذ الحاله الثانيه، حناخذ القليل الثاني بالشفع الاول اي صغيره، اي صغيره اي مع اي ار كبيره ار اي صغيره اي ار صغيره. طبعا هون بما انه طلع عندنا اربع حالات كل حاله حيكون احتمالها ربع. كمان نفس الشيء بالنسبه للام، نحن هون بالنسبه لنا حناخذ في عندنا الطلب الثاني النمط الوراثي للطفل او. طبعا نحن هون ما مطلوب منا نحل كل المساله، يعني نحن يا ريت زملائنا اعزائنا الطلاب انه في كثير ناس اجتهم مساله وراثه بحط دائما الجدول الوراثي، بحط الاسطور الخمسه المعروفين، النمط الظاهري، النمط الوراثي، احتمالات اعراس، نمط الوراثي الاحتمال، النمط الظاهري للافراد الناتجه. ما دائما المساله الوراثيه بتكون مطلوب منا نحن نطلع كل الافراد، مثل الحاله هون، لاحظوا بالطلب الثاني طلبوا انه نحدد النمط الوراثي للطفل اللي هو بهالحاله زمرته او سلبي. طبعا نحن عندنا بشكل بسيط
نحن بنعرف انه النمط الوراثي هون او نحن بنعرف سابقا حتى ما في داعي اصلا نرجع للمساله انه او هو اي صغيره اي اي صغيره اي والسلبي ار صغيره ار صغيره. طبعا شو احتمال اعراسه؟ هو ار صغيره اي صغيره، طبعا واحد على واحد. طبعا احتمال ولادته هو واحد على 16 اذا رجعنا طبعا استفدنا من الحل. نحن بهيك بنكون انهينا اليوم درسنا. نأمل الفائدة للجميع، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا العمل في تربيتنا السورية، وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله.